السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 13 لمادة التوحيد الأول متوسط. عنوان الدرس الدعاء. نأخذ تعريف الدعاء لغة، هو الطلب والنداء. شرعا لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد من جلب نفع أو دفع ضر. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة وقربة، لهذا يجب صرفها لله تعالى وعدم إشراك أحد معه في ذلك. وقوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو عبادة، أي لما الشخص يدعو الله سبحانه وتعالى في دفع نفع أو ضر، فهذا الشيء يعتبر عبادة له وزيادة في أجره. وثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مكانة الدعاء، للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يأتي. ألف، الدعاء من أعظم العبادات وأجلها. ب، الدعاء محبوب لله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. جيم، في الدعاء إظهار الذل العبد لله تعالى والافتقار إليه ونفي الاستكبار عن عبادته. الدعاء غير الله يعتبر من الشرك الأكبر، من الدعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، فمن صرف لغير الله فقد أشرك شرك أكبر، لقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد من المخلوقات العاجزين عن إيصال النفع أو دفع ضر، من فعل ذلك كان من الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى. وقول الله تعالى فإن فعلت، أي دعوت أحد من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ما يقصد من الظالمين أي من المشركين، إنه هنا يراد به الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. 2، قال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين. فما دام هؤلاء الذين يدعون المشركين عبادة ضعفا لا يملكون لأنفسهم، لا يملك لنفسه أولا لا نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ 3، قال الله تعالى وإن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. دعاء غير الله أعظم الضلال والخسران، أعظم الضلال والخسران أن يدعو شخص أحد غير الله تعالى، لأن هذا المدعو من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ قوله تعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذ حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي الآيات الكريمة تحذير شديد من الدعاء غير الله تعالى، وإنه لأحد أضل ممن يدعو غير الله تعالى. وقد وصف الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين المدعوين من دونه، سواء كانوا من الملائكة أو الأنبياء
أو الأولياء أو غيرهما بأربع صفات هي: ألف، إنهم لا يستجيبون لدعاء الداعين أبدا. ب، إنهم غافلون عن الدعاء الداعي. جيم، إنهم يعادون الداعين لهم يوم القيامة. دال، إنهم يجحدون عبادتهم لهم وينكرونهم. وذكر الله تعالى لهذه الصفة تنبيه للجاهلين الغافلين بأن الذين يدعون من دون الله تعالى لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة. نشاط واحد، قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكرت الآيات الكريمة ما يدل على أن الدعاء غير الله عبادة له من دون الله، وبين ذلك من خلال تأملك للآية أن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، فمن صرف لغير الله فقد أشرك. الدعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركين من الشرك. في أقوام سابقين وقعوا في الشرك في الدعاء، وأغلب ما وقعوا فيه وهو شرك في الدعاء. الدعاء غير الله تعالى أنواع من أكبر أنواع الشرك، فقد كانت مسألة الدعاء من أكبر المسائل التي جادل فيها الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأقوامهم، ودعوهم لإخلاص الله تعالى، وبينوا لهم أن صرفها لغير الله من أقبح الشرك، ومن أسباب تعظيم هذه المسألة ما يأتي: واحد، أن الدعاء من أعظم العبادة. اثنان، أن من خصائص الإلهية إفراد الله بالدعاء. إذا معنى الإله المعبود والدعاء من أعظم العبادات. ثلاثة، أن الداعي إنما دعا إلها غير انقطاع أمله سوء سواء، وهذه هي الخلاصة التوحيد، انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن دعا غير الله فقد أخلص له العبادة وانقطع رجاؤه من غير الله. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم، قال الله تعالى: تالله إنا كنا لفي ضلال مبين وإذ نسويكم برب العالمين. طلب الرزق لا يكون إلا من الله تعالى. الرزق من أعظم ما يهم الإنسان، والواجب على الإنسان أن لا يسأل الرزق إلا من الله تعالى، لأنه هو الذي يملك، لقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له وإليه ترجعون. ومعنى الرزق أي الطلب، الرزق عنده وحده لا شريك له دونه وسواه. واعبدوه يعني أي أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. اثنان، قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. وما ذلك؟ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نشاط اثنين، اذكر خمسة من آداب الدعاء. أولا، الاستقبال القبلة والإقبال على الله بالحضور والقلب والدعاء. الإقبال على الله في كل ما بداخلك من مشاعر ومن تذلل ومن افتقار وخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، استقبال القبلة من الآداب الدعاء: رفع اليدين والطلب من الله تعالى، البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإلحاح والتكرار. الإلحاح يا أي التكرار الدعاء لله سبحانه وتعالى. وهذا ما وصلنا إليه في آخر درسنا، الدعاء. وصلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.